بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل تعظم الإمكانيات الصينية الجبارة تماشيا مع القدرات العسكرية المرعبة للعملاق الصيني، وفي واحدة من العجائب الصينية التي لا تنتهي، قامت الصين من عدة أيام بتدشين 3 قطع بحرية دفعة واحدة، منهم فرقتين من نوع طيب 54 AB وسفينة إنزال برمائية ضخمة من نوع طيب 71 A. الفرقتين طيب 54 AB هتذهب واحدة منهم لباكستان، والثانية هتحتفظ بها الصين لصالح قوات البحرية الصينية، عشان يبقى إجمالي عدد الفرقاطات اللي بتشغلها الصين من هذا الطراز هو 31 فرقاطة. أما سفينة الإنزال العملاقة تايب 71A فهيتم تسليمها لصالح البحرية الملكية التايلندية كأول عميل أجنبي لهذه السفينة بعد عقد تم توقيعه في 2019. الصين حطمت كل الأرقام القياسية في سرعة معدلات التشييد والبناء بإنشائها على الأبراج وأضخم المستشفيات في عدة ساعات فقط، ودلوقتي بتحطم كل الأرقام القياسية بأسرع معدلات بناء الغواصات والكورفتات وبقية سفن الأسطول البحري بأنواعها، وده جعل الصين القوة البحرية الأولى في العالم بأضخم أسطول بحري في العالم، بتوصل عدد وحداته لـ 777 وحدة بحرية، بتضم حاملتي طائرات و50 مدمرة و46 فرقاطة و72 كورفيت و79 غواصة و123 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام. قوة بحرية مهولة وأسطول جبار تقدر توصفه ببحر بيتحرك فوق بحار الصين الثلاثة. لو هنتكلم عن الفرقاطة طيب 54A اللي تسلمت باكستان منها نسخة خاصة تحت اسم طيب 54AB، فهي فرقاطة شبحية موجهة متعددة المهام، بتعد أكبر سفينة حربية تصدرها الصين وأكثرها تقدما، وهي رابع فرقاطة والأخيرة في العقد الصيني الباكستاني. تم تحسين قدرتها القتالية الشاملة بشكل كبير جدا مقارنة بالفرقاطة الحالية طيب 54A. الفرقاطة وضعت فيها الصين أحدث الإنجازات التكنولوجية المحلية، وعلى رأسها الرادار الصيني الخطير SR-TOR 410 C، وده رادار ثلاثي الأبعاد بيعد النسخة الصينية المحسنة من الرادار الروسي مينرال ME، وبيتميز بقدرة رد فعل سريعة جدا قادرة حتى على مواجهة الهجوم الصاروخي الأسرع من الصوت والمضاد للسفن بشكل ممتاز. كمان الفرقاطة شملت تحسينات كبيرة عن النوع السابق باستبدال المدفع الرئيسي الثقيل عيار 100 ملم بمدفع HBG 26 الأخف في الوزن عيار 76 ملم، بالإضافة لعدد من أجهزة الاستشعار الحديثة والمزيد من صواريخ أرض جو من فئة سام، وتم استبدال 4 مدافع رشاشة للقتال القريب من النوع AK-630 بنظامين فقط من النوع طيب 730 بقدرات رد فعل محسن ضد التهديدات القريبة. ومن أهم التحسينات اللي تم إدخالها على الفرقاطة هو صواريخ سام العاملة على نظام الدفاع الجوي متوسط المدى HiQ-16 بمدى يصل حتى 50 كيلومتر وارتفاع يصل إلى 18 كيلومتر. HiQ-16 هي النسخة الصينية من صواريخ 9M-38 العاملة على منظومة بوك الروسية الشهيرة. المواصفات العامة للفرقاطة كالتالي: الطول 134 متر، العرض 16 متر، الإزاحة 4035 طن، الطاقم 165 فرد، السرعة القصوى 28 عقدة أو حوالي 52 كيلومتر في الساعة، والمدى 8025 ميل بحري أو ما يقارب 14800 كيلومتر. الفرقاطة مسلحة بمدفع BJ-26 عيار 76 ملم مزدوج الغرض لمواجهة الأهداف الجوية والسطحية معاً بمدى يصل إلى 15.5 كيلومتر بمعدل إطلاق 120 قاذفة في الدقيقة. كذلك الفرقاطة مسلحة ب 32 خلية إطلاق رأسي VLS لإطلاق صواريخ سام HiQ-16 بمدى يتراوح بين 40 وحتى 50 كيلومتر، أيضا مدفعين رشاش للقتال الجوي القريب من نوع طيب 730 ومنظومتي طيب 87 في مقدمة السفينة لإطلاق 12 قاذفة صاروخية مضادة للغواصات. وبتعتمد طريقة عمل المنظومة طيب 87 على القصف المساحي بصواريخ غير موجهة تجاه مكان تواجد الهدف، بالإضافة لـ8 صواريخ مضادة للسفن من طراز C-803 الرائعة. الصاروخ C-803 بيعتمد على أسلوب السي سكيمينج، بمعنى أنه بيقوم بالطيران بشكل شبه لصيق بسطح البحر، بيطير بمحاذاة سطح البحر عشان يقدر يتفادى الرصد المبكر، وبيطير في المرحلة الأولى على ارتفاع بيتراوح بين 20 و30 متر ثم يقوم بالهبوط في المرحلة النهائية حتى ارتفاع يصل إلى 5 أمتار فقط. الصاروخ بيعتمد على باحث راداري نشط للبحث والإغلاق على الهدف، وبيوصل مداه إلى 180 كيلومتر وبتوصل سرعته لـ 9.1 ماخ، يعني صاروخ سابسونيك أو دون سرعة الصوت. أيضا السفينة مسلحة بست توربيدات مضادة للغواصات من فئة YU-7 عيار 324 ملم بمدى أقصى 14 كيلومتر وبعمق 400 متر.
وبتحمل الفرقاطة منظومة طيب 726 المسلحة ب 18 أنبوب لإطلاق جميع أنواع الشراكة الخداعية زي الرقائق المعدنية اللي بتستخدم في تضليل البواحث الرادارية والبالونات الحرارية للتشويش على الصواريخ الموجهة كهربصاريا واللي ممكن استخدامها كذلك لخداع التوربيدات المعادية. وبتتسلح الفرقاطة بأحدث منظومة صينية للتشويش والحرب الإلكترونية وهي HZ-100 وبتحمل الفرقاطة مروحية واحدة مضادة للغواصات. بعد انضمام القطعة الجديدة في البحرية الصينية أصبحت الصين بتملك 31 قطعة بحرية من هذه الفئة من أصل 34 فرقاطة مخطط إنتاجها. أما عن سفينة الإنزال الضخمة طيب 71 إي اللي تحصل عليها البحرية الملكية لتايلاند بموجب عقد تم توقيعه عام 2019 بقيمة بتصل ل 200 مليون دولار أمريكي. السفينة بتحمل اسم طيب 71 إي من فئة LBD يعني لندن بلاتفورم دوك. بيوصل طولها ل 210 متر وعرضها 28 متر قادرة على حمل حتى 800 فرد من أفراد المشاة البحرية بكامل عددهم الحربي يعني كتيبة كاملة. وبتحمل مروحيتين وأربع زوارق هجومية وقادرة على حمل ما يصل ل 18 دبابة أو 20 مدرعة ناقلة للجنود. بتمتلك الصين منها 6 قطع وبتخطط لإنتاج 3 قطع إضافية. قلنا إن سعر السفينة الواحدة وصل ل 200 مليون دولار أمريكي وده سعر أرخص بحوالي 20 مليون دولار من نسخة البحرية الصينية. وده جعل بعض الصحف تتساءل هل هو سعر منخفض بسبب الصداقة بين البلدين أم أن الصين بتمتلك أسلحة ومعدات مختلفة عن النسخة الأصلية. ياريت تكتبوا لنا الإجابة في الكومنتات. بكده حلقتنا تكون خلصت. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.